ما في أحلى من الهدوء، والهدوء هو كامري الهايبريد. الواحد ما بيعرف كمية الضجة يلي ممكن يسمعها بالسيارة إلا لما يجرب سيارة هادية. ومع الوضعية الكهربائية بالكامل لتويوتا كامري هايبريد ما في صوت إطلاقا. وما تفكروا الموضوع مجرد شيء بسيط، لأنه الكامري هايبريد بالوضعية الكهربائية ممكن تمشي لمسافات طويلة باستخدام الطاقة الكهربائية من البطارية فقط. لكن الهدوء والتوفير بالوقود مش هي الأشياء الوحيدة يلي بتتميز فيها كامري، لأنه بكبسة زر أول شيء رح يفاجئك هو تسارع سيارة، لأنه الكامري سيارة قوية مع محرك بقوة 200 حصان، والأهم العزم المحرك الكهربائي بيتوفر بمجرد تشغيل السيارة، يعني عندك 200 نيوتن متر تورك من لحظة تشغيل المحرك. وهالعزم العالي مع نظام التعليق يلي بوفر للسيارة الثبات القوي بالمنعطفات بخليك تستمتع بسيارة كامري هايبريد كأنها سيارة رياضية فعلا. لا الكامري ميزتها الأساسية هي الراحة مع محركها الفريد، الطريقة السلسة اللي بتحول فيها الطاقة بين المحرك العادي والمحرك الكهربائي، والنعومة الفريدة للسيارة. الراحة هي أول شيء اللي بتخطر على البال. بعدين هيدي كامري هايبريد، يعني سيارة صديقة للبيئة، سيارة انبعاثاتها قليلة واستهلاكها للبنزين منخفض جدا. خزان الوقود بسع 50 لتر وقادر يمشيك 1100 كيلومتر، يعني انت بتوفر بنزين وبنفس الوقت عم توفر على جيبتك. والكامري هي سيارة آمنة كمان، لأنه فيها تجهيزات السلامة المتكاملة. بس خلينا نكون صريحين، لما تكون لحالك بالسيارة مرات ما بدك الهدوء. شوف خطوط السيارة، واضح انه تويوتا ركزت معه على انه سيارة فيها شخصية رياضية. والاحلى مقصورة السيارة، مستوى الفخامة غير معهود بهالفئة، شاشة كبيرة بالوسط، جلد على المقاعد، ومساحة كبيرة بالامام وبالخلف. ولما تشبع من السيارة والسرعة والاداء، كل يلي عليك تعمله ترجع ترتاح بهالمقصورة المميزة. حط الموسيقى يلي بدك اياها على نظام الصوت من جي بي ال وتستمتع بطريق الرجعة على البيت بأي شخصية بتختارها، لأنه الكامري هايبريد ذكية تتجاوب مع كل شخصيتك.